فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنت في الصحراء وأذن الفجر وكان الجو وأذن للفجر وكان الجو باردا، فخشيت من البرد ولم أصلي إلا بعد طلوع الشمس. غلط، لا يجوز هذا، واجب أنك تيممت وصليت في الوقت، لا يجوز أنك تأخر الصلاة إلى بعد طلوع الشمس تقول علشان يروح البرد. الله أباح لك التيمم عند الحاجة، تيمم وصل. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.